مكاسب هامة افتكتها طبقة العمالية في الجزائر، من ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور ومراجعة قانون التقاعد ومشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي صادق عليه نواب الغرفتين التشريعيتين مؤخرا، ناهيك عن التدابير التحفيزية التي تحصل عليها العمال والموظفين لإنشاء مؤسساتهم. قلنا نثمن ونزكي، وهذا هو اهتمامنا دائما كمسؤولين الاتحاد العام الجزائري، انه يكون تحسين القدرة الشرعية شيئا فشيئا ان شاء الله. تدارك النقائص والاسراع في وتيرة تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية هي دعوات ترفعها النقابة العمالية في الجزائر. التحفيزات اللي اقرها السيد رئيس الجمهورية هو مشكور، يعني لقطاع الصحة فيما يخص التأمين الشامل، فيما يخص المنحة نتاع الوفاة للناس اللي استشهدوا، يعني ضحايا هذا الكوفيد من المهنيين العائلات نتاعهم، وكذلك فيما يخص التقاعد، يعني تمكينهم باش يستفادوا من فترة نتاع يعني كل 6 شهور شهرين، يعني مقابل كل 6 شهور عملوهم يعني في محاربة الوباء. بالنسبة لنا هذا هو الشيء اللي المنتظر واللي يتمناه، يعني ولا تتمناه كل الأسلاك يعني المختلفة تاع قطاع الصحة. تعميق ودعم المكاسب العمالية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ورفع القدرة الشرائية وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة من المخاطر، إجراءات من شأنها تحفيز الطبقة العمالية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.